من أهم الأسواق في منطقة عسير هو سوق السودة في مدينة أبها، والذي يلقى إقبالاً كبيراً من قبل السياح والزوار لما يحتويه من موروث شعبي غني لمنطقة عسير. السوق هذا يعتبر وجهة سياحية خاصة في منتزه السودة الشعبي، يعني يشهد إقبال كبير جداً من المصطافين خاصة فترة الصيف، وهو يعتبر وجهة سياحية. السوق الشعبي هذا له أكثر من ما يقارب 20 سنة، وبس غير الهيكل هذا كان سوق شعبي مصغر. بعدها يعني بدأت الأمانة في إنشاء المبنى هذا كامل قبل تقريباً 4 أو 5 سنوات بالمنظر هذا اللي أنت شايفينه، والحمد لله يعني من أفضل، يعتبر من أفضل الوجهات السياحية في منطقة عسير. السوق هذا يحتوي على 44 محل يشمل التراثيات كما ذكرت سابقا، الملابس، التحف، الهدايا، الاكسسوارات، يعني بشكل عام مأكولات شعبية، يعني متطلبات كثيرة جدا موجودة في السوق هذا. طبعا عندكم هذه منتجات الطبخ من الفخار، وتشمل أنواع كثيرة جدا جدا. فيها هذا يسمونه الطاجن، في هذا الحيسية، هذا قدر طبخ، أدوات طبخ قديمة تعتبر قديمة، هذا كوب ماء للشرب. أيضا المحل هذا يشمل برضه أيضا على تمور وعطارة ولوازم الطبخ، بهارات، زبيب، البخور برضه. كل محل يختلف عن المحل الثاني، فيه بضاعة تختلف عن المحل اللي جنبه، ملبوسات نسائية، رجالية، صوف، ثقيل، خفيف، يعني تشكيلة كاملة جدا. سعيدين جدا بزيارتكم لنا، وسوف تجدون ما يسركم بإذن الله.